طبعا النهارده زي ما حضراتكم شايفين معانا تشيع جثمان ابن وامه، طبعا توفت حزن عليه بعدها بنص ساعة. جثمان الام والابن في جنازة مهيبة هنا في محافظة فيوم بالتحديد مركز طمية. زي ما حضراتكم شايفين جنازة مهيبة، تشييع جثمان حضراتكم الأم والاب. ماتت حزنا عليه بعدها بنص ساعة بعد ما الاب كان توفى في المستشفى. توفت الأم بعدها بنص ساعة زي ما انت حضراتكم شايفين. جنازة مهيبة هنا في محافظة الفيوم بالتحديد في مركز طمية. زي ما حضراتكم شايفين جنازة مهيبة جدا. الأم والابن لحظة دفن جثمان الأم والابن، جنازة مهيبة جدا. جنازة أم وابنها في محافظة الفيوم هنا. جنازة مهيبة، ماتت حزنا على ابنها بعد نص ساعة. طبعا توفت الأم، توفت الأم بعدها بنص ساعة. حضراتكم جنازة مهيبة للأم والابن. طبعا الابن عنده 35 سنة، تعب مرة واحدة، اتجه إلى المستشفى لكن توفى في المستشفى. الأم عندما علمت الخبر توفت في الحال بعدها بنص ساعة، وقالت لهم وهي بتموت اللي هي لازم تدفن جنبه، يدفنوا مع بعض. طبعا زي ما حضراتكم شايفين متابعين معانا، جنازة مهيبة جدا للأم. زي ما حضراتكم شايفين جنازة مهيبة، ربنا يعني يرحم موتانا جميعا. الأم والابن في لحظة واحدة. عايز انا في العزاء بس في المعصر بس الدفن الوضع رمضان عندك الابن في لحظة واحدة. الابن فارق الحياة، دخل المستشفى وفارق الحياة بعدها بنص ساعة. الأم حزنا على ابنها صاحب 35 عام، فرقت الحياة زي ما حضراتكم متابعين معانا هنا من محافظة الفيوم بالتحديد مركز طمية. جنازة مهيبة جدا. ربنا يرحمهم يا رب. لحظة دفن الأم. ربنا يرحمهم يا رب. لحظة دفن الأم وابنها
ماتت حزنا عليه بعدها بنص ساعة، الابن 35 سنة توفى، والأم حزنا عليه توفت بعدها بنص ساعة، جنازة مريضة، ربنا يرحمهم ويرضى عنهم. جنازة الأم والأم للابن والأم، طبعا الابن توفى تاب مرة واحدة 35 سنة، ذهب إلى المستشفى، توفى في المستشفى عندما علمت الأم بعدها بنص ساعة، توفت في الحال حزنا على ابنها. حزنا عليه بعدها بنص ساعة، ربنا يرحمه ويرحمه. نفس اللحظة في نفس الوقت الاثنين توفوا، الابن الأول وبعدين الأم حزنا عليه بعدها بنص ساعة، لحظة دفنهم في جنازة مريبة، ربنا يرحمهم. ربنا يرحمهم ويتجاوز عنهم. وداع أم وابنها هنا في مركز تنمية محافظة الفيوم.
يكون كده هذا تابع معاكم.